محرم عليا ان انا اغور عليهم، مش عشان هم يستحقوا الحياة، مش عشان ادميتهم، لا، عشان انا هستفيد منهم كمسلم انه هيساعدوني ان اكسب ارض تاني. بس هو ده المنطق، وهو ده المنطق اللي على اساسه القرآن بيتكلم عن السلم والسلام، لما بيقول وان جنحوا للسلم فاجنح لها، ان لو هتستفيد من السلام، لكن لو مش هتستفيد من السلام، السلام مش غاية في حد ذاته، السلام مش غاية في حد ذاته. مع ذلك لما بيقول له ان جنحوا في السلم واجنح لها وادخلوا في السلم كافة، مش ادخلوا في السلم كافة ان انتوا خلاص بطلوا حرب وحناكل منين يا رسول الله. ده الغنائم هي المصدر الرئيسي لدخلنا.